حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. اتفاقية خور عبد الله ملغاة بحكم المحكمة العليا، ارتدادات المشكلات الكامنة. الهواء في العراق أرقام منخفضة للجودة وتحذيرات من الأسوأ والأخطر. إذن مشاهدينا، اتفاقية خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت والتي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا لعدم دستوريتها وعادت الأمور إلى نصابها الحقيقي بعد أن اختطفت السيادة العراقية من قبل الجارة الجنوبية لعقد من الزمن، وخسر العراق على إثرها إطلالته البحرية، فهذه الاتفاقية غابت عنها المصلحة الداخلية. ومع استعادة العراق لحقه في هذه المنطقة المهمة التي بقيت مشكلة كامنة بين البلدين، فإن احتمالات تسببها بأزمة واردة، خاصة مع الرسائل الصادرة من الكويت التي لم تستقبل القرار برحابة الصدر ولوحت باللجوء لمحكمة أعالي البحار. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة، فتواجه البيئة في العراق تحديات عدة منذ سنوات، الأبرز فيها ارتفاع معدلات التلوث الهوائي التي تسببت بها أسباب عدة، منها ما هو راجع لعوامل طبيعية ومنها ما هو من صنع الإنسان في وقت السلم والحرب. فالتغييرات الكبيرة التي طرأت على البيئة العراقية واستعمالات الأرض أدت لتراجع جودة الهواء لمستويات مقلقة تبعث عن الخطر. الأسوأ إذا لم يتم تدارك هذا الأمر واتخاذ ما يخفف من وطأة هذا التلوث. إذن مشاهدينا، ملفات حصادنا ومواضيعنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام، أستاذ القانون الدستوري الدكتور وائل البياتي، وكذلك الترحيب الباحث بالشأن السياسي السيد عباس العرداوي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور وائل، على شنو ارتكزت المحكمة الاتحادية العليا الدستورية على إثرها اتخذت هذا القرار بإبطال اتفاقية خور عبد الله وإلغائها؟ في البدء أحييك وأحيي مشاهدي القناة الكرام وضيفك الكريم. المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى العدول عن تفسيرها السابق فيما يتعلق بنص المادة 61 رابعا من الدستور، والتي تنص على أنه يتم تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يتم صياغته وفقا بأغلبية الثلثين. نعلم أن الاتفاقية سبق وأن تعرضت إلى ثلاث طعون أمام المحكمة الاتحادية. الطعن الأول رد شكلا على اعتبار كان قد تم رفعه قبل المصادقة، أو عفوا قبل نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية آنذاك. ثم الطعن الثاني كان أيضا في نفس العام، وصدر قرار 21 عام 2014 ذهبت فيه المحكمة الاتحادية إلى أن ما أقره مجلس النواب بأغلبية 122 نائب مقابل 88 معترض وبغياب 125 نائبا، أنه تم وفقا لأحكام مادة 59 ثانية من الدستور، والتي تجيز إقرار القوانين وفقا للأغلبية البسيطة، وهذا كان توجه المحكمة آنذاك قبل تشكيلتها الحالية. الطعن الأخير وهو الطعن الثالث والذي رفع قبل سنة تقريبا، ذهبت المحكمة في قرارها الأخير إلى إعادة صياغة تفسيرها للمادة 64 من الدستور، مادة 61 عفوا من الدستور، والخاصة بصلاحيات مجلس النواب، وذهبت إلى أنه بما أنه في عام 2013 لم يكن هناك قانون قد صدر ينظم عملية مصادقة على الاتفاقيات الدولية، فأنه ينبغي أن تكون كل اتفاقية صادرة هي بأغلبية الثلثين.
على اعتبار أن القانون السابق قانون 111 لسنة 1979 خاص بتنظيم المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات لم يكن يتضمن آلية لعملية التصويت، على اعتبار أن القانون السابق كان يعطي لمجلس قيادة الثورة منحل صلاحية المصادقة على الاتفاقيات الدولية وفقا للأغلبية الواردة في هذا المجلس. طيب. وحيث هناك اختلاف بين مجلس النواب ومجلس قيادة الثورة المنحل، وبالتالي ذهبت المحكمة إلى الركون إلى تطبيق أحكام المادة 61 رابعة من الدستور وفقا لتفسيرها الجديد. بس الكويت هسه دكتور تقول وين كانت المحكمة، وين كان المعترضين على اتفاقية حر عبد الله 10 سنين، مرور 10 سنوات على هكذا اتفاقية مهمة دولية ما يشكل مشكلة بالاعتراض بعد كل هذه المدة؟ واقعا إن مسألة عدم الاعتراض بالمصادقة على قانون الاتفاقية خاصة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله وهذه المدة الطويلة في مجال القانون الدولي له أثر كبير، باعتبار أنه لا يجوز للدولة أن تحتج بقواعد قانونها الداخلي للتحلل من أي التزام دولي، باعتبار أن المعاهدة عقد والعقد هو عبارة عن قانون بين الطرفين، وبالتالي لا يجوز لطرف أن ينفرد بالتحلل من هذا العقد دون موافقة الطرف الآخر. المحكمة الاتحادية بطبيعة الحال هي لا تتحرك من تلقاء نفسها، وإنما تتحرك بناء على طعن. طيلة السنوات الماضية لم يتقدم أحد بطعن على أساس عدم دستورية قانون المصادقة على الاتفاقية، وبالتالي لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تتصدى مثل هكذا أمور. وبالتالي عندما قام أكثر من نائب بدعويين للطعن بعدم دستورية هذه الاتفاقية، المحكمة نظرت فيها ثم ذهبت إلى إعلان رأيها في عدم دستورية قانون المصادقة على الاتفاقية. سيد عباس أهلا بك مرة ثانية. حياك الله. 10 سنوات مرت على هذه الاتفاقية سواء كانت بمصلحة الكويت أو مصلحة العراق، لكن الاعتراض يعني بعد كل هذه السنوات وين كانوا النواب حتى يطعنون بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك سيدي وتحية لقناتكم المحترمة وضيفك وجمهوركم ومتابعيكم الكرام. طبعا الحقوق لا تسقط بالتقادم، وبالتالي عملية الالتفاف على القرارات العراقية وعملية التذويب وعملية التكييف القانوني أو عملية التلاعب واردة جدا، ليس يعني محل خفاء أنه هنالك من تم الدفع له ماديا وتم شراء ذممه، وتم الحديث عن نواب وعن شخصيات سياسية. ونتذكر جيدا ان هنالك من روج وساق لهذا الموضوع، وكانت هنالك فيديوهات تظهر لكثير من الشخصيات السياسيه وهم في ضيافه الكويت، وكان هنالك حديث وتسريبات عن كثير من الشخصيات. بغض النظر عن هذه المعطيات، انا اقول انه وهذه اعتقد مبدا قانوني ان الحق لا يسقط بالتقادم، وان وبعض الدول اخذت باثر رجعي، يعني تعرف تتذكر ضيفك الكريم اختصاصه القانوني ممكن ان يتذكر معنا هنالك دعاوي رفعت على احتلالات وعلى تجاوزات لمثلا ليبيا وايطاليا لكثير من الدول ومنها من تجاوز 100 عام. بالتالي من الطبيعي جدا لا سيما انه عمليه الاثر الذي ترتب عليها، اليوم هنالك اثر كبير ترتب على هذا الموضوع، وهذا الموضوع اصبح به استفزاز لمشاعر البصريين والعراقيين بشكل كامل، وعمليه التضييق على الملاحه العراقيه، عمليه الاستهداف خلال ال10 سنوات الاخرى المضت للصيادين العراقيين، وعمليه الاستفزاز البحري للقطاعات الامنيه الكويتيه. للاسف المنصات الإعلامية وبعض الشخصيات أيضا يعني لم يتداركوا هذا الموضوع، فبالتالي من الطبيعي جدا ترى أن هنالك عدد من النواب بدأوا بالتحرك القانوني، والمحكمة أمام معطيات على الأرض. وحتى وإن لم يكن هنالك قضية متعلقة بالقضاء، هنالك ردة فعل شعبية، هناك نواب قاموا بتهديد الكويت بسبب بعض التعديات التي جرت. لا تنسى معي أن قضية السكن الحدودي لبعض وعملية النقل للمواطنين العراقيين، عملية تقليص الحدود، عملية تخطيط، هذه تبعات قد تكون جزء منها تبعات خيمة صفوان، وجزء منها تبعات القانون الاحتلال وبعض القرارات التي مورست على الدولة العراقية من خلال جرائم النظام السابق وتبعات الغزو للكويت أو غيرها. بالأخير العراقيين غير معنيين حقيقة بدفع ديون للجوار بسبب سفاهة النظام السابق. طيب. يكفي أننا دفعنا الأموال
ملايين الدولارات صرفت إلى الكويت على أثر الاحتلال والغزو الذي مر بها، ودفعها العراق دون أن يتنازل الكويت عن سنتا واحدا. فلماذا لا يتنازل العراق عن سنتيمترا واحدا؟ لا سيما أن الموضوع فيه مصير. طيب لكن أكو اتفاقية صارت انعقدت وتوقعت، هذه اتفاقية دولية وتم التصويت عليها في البرلمان، مقابل هذا الكويت ما تعترف حاليا بقرار المحكمة الاتحادية ونددت به وهددت أنها ستلجأ إلى محكمة أعالي البحار. طيب تعتقد الكويت فعلا راح تلجأ لمحكمة أعالي البحار لو ممكن تتجنب هذه المحكمة اللي اكو احتمال أنه تنصف العراق؟ شوف سيدي العزيز، أنا لست في محل التقييم القانوني للحدث بقدر ما معني بتبيان رأي الشارع العراقي. مهما وقع وأي موقع صدام حسين لعنة الله عليه وفي خيمة صفوان وغيرها فرط بالكثير من الأراضي العراقية، وعلى مدى حكمه فرط بأراضي إلى الأردن وأراضي إلى تركيا وسمح للقوات التركية بالتواجد، واخذنا تبعات هذا الموضوع كثيرا. يعني اليوم هنالك عمليه تصحيح لبناء الدوله العراقيه، يرى العراقيون ان هنالك غبنا وقع عليهم بغض النظر عن من وقع وكيف وقع. الكويت عليها ان تحترم هذا الجوار وان تتعامل مع جار حريص كدوله عراقيه حديثه، حريصه على التعامل السلمي وحريصه على ان تكون هنالك رسائل ايجابيه وحريصه على ان تتبادل الخيرات. نحن في مشروع التكامل الاقتصادي والمشروع التنمية الذي أطلقه السيد رئيس الحكومة يعتمد على عملية الاستقرار مع دول الجوار، وهي عملية مهمة جدا لتنشيط المنطقة، وبالتالي الكويت من الدول التي سوف تستفيد من هذه القضية. لكن طيب قضية هي مستفيدة من هذه الاتفاقية. أنتم أكثر من مناسبة أكدتم بأنها هذه الاتفاقية خرق للسيادة وتجاوز على بوابة العراق المائية وغيرها، لكن تعتقد محكمة أعالي البحار ممكن أن تنصف العراق باعتبار وجود خروقات كويتية في هذه الاتفاقية؟ سيد عباس، شوف سيدي الكريم، القضية الأساس أنه البلدان هي المسيطرة، النظم الأساسية التي تنبع من البعد الديمقراطي هي ذات التأثير المسيطر بأثرها، حتى وإن كانت هنالك احنا كثير من القرارات المتعلقة بالمياه احنا ما موقعين بها او ما داخلين بها بمعاهدات وغيرها، وعندنا مشاكل مع تركيا بهذا الموضوع، مع الجمهورية الإسلامية عندنا موضوع في موضوع المياه و الأعماق التي ممكن التي تم عرقلتها في ميناء الفاو وغيرها. بالتالي هذا الموضوع ما راح يبقى في طي المحكمة فقط، إنما على الأرض ماذا يجري. تعرف أن هذه المحاكم أيضا سوف تأخذ وقتا طويلا، يعني الكويت إذا ذهبت لهذا الموضوع قد لا تستحصل حكما إلا بعد 6 أو 7 سنوات، وهذا الموضوع أيضا متعلق برأي العراق ودور العراق الإقليمي وتأثير العراق والدول المتحالفة مع العراق ومدى تأثيرها في كل المنظمات الدولية ومدى الضرر الذي يستطيع العراق أن يوضحه للآخرين. عملية التضييق البحري الذي مر بها وعملية التأثير الواضحة جدا، بالتالي العراق لديه يعني أحقية في ذلك. نظام الديمقراطي، تمثيل الشعبي، اليوم الحراك مو حراك مزاجي قوة سياسية فقط، إنما مزاج شعبي. طيب دكتور وائل، حتى يتم التخلص من كل هذه الخيارات ممكن أن يتم اللجوء لإعادة التصويت مرة أخرى وتحقيق النسبة المرضية دستوريا مرضية للمحكمة الاتحادية وفق شروط دستورية إذا تحققت بجلسة وتصويت على هذه الاتفاقية بذات هذه البنود سواء كانت مجحفة أو غير مجحفة لمصلحة العراق أو لمصلحة الكويت، إن كان هناك توافق سياسي ما بين أطراف السياسة ممكن تنحل هاي الأزمة؟ واقعا أنه مجرد ما صدر قرار المحكمة الاتحادية أصبح نافذا بمواجهة كافة السلطات، أي أن قانونها من الناحية القانونية أصبح لا قيمة له أو فاقدا للقوة التنفيذية الخاصة به. بالتالي حتى يتم تجاوز هذه الإشكالية هناك عدة خيارات. الخيار الأول هو ما يتعلق ما طرحته حضرتك، هي مسألة العودة إلى مجلس النواب لغرض عرض قانون التصديق على الاتفاقية على مجلس النواب للحصول على أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، وبجلسة يحضرها ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء أيضا. هذا من جانب. من جانب آخر هو مسألة الرجوع إلى دولة الكويت والدخول في تفاوض معها فيما يتعلق بإعادة صياغة الاتفاقية. هذا الموضوع يمكن الكويت ما متقبلته لحد الآن.
واقعا في ظل العلاقات الدولية ما يعلن شيء وما يمكن الوصول إليه شيء آخر. ممكن عن طريق الوسائل الدبلوماسية، عن طريق إرسال رسائل إيجابية، يمكن أن نذهب إلى مسألة إعادة صياغة الاتفاقية بالاتفاق مع الطرف الكويتي، أو إذا وصلنا إلى مرحلة تعنت، أي إذا ما فشلت الاتفاقية أو قانون التصديق عليها داخل مجلس النواب، وإذا ما تعنت الجانب الكويتي فيما يتعلق بمسألة عدم إعادة النظر ببنود الاتفاقية بأي شكل من الأشكال، مع الرغم أن قانون المعاهدة أو الاتفاقية بنودها تتضمن مثل هكذا بنود، أي أن إعادة أو إعادة النظر ببنود الواردة فيها ممكنة إذا اتفق الطرفان على ذلك، عند هذا يتم اللجوء إلى القواعد الدولية لحسم مثل هكذا نزاعات، وهي ذات مستويين، مستوى تفاوضي أو مستوى تحكيمي. نعم. وهذا يمكن أن يتم أما بطريقة مباشرة بين الدبلوماسية بين الدولتين، أو اللجوء إلى محاكمين دوليين، أو يتم اللجوء إلى القضاء الدولي فيما يتعلق بالمحكمة الدولية لقانون البحار. وهذه المحكمة يمكن لها أن تحل هذا النزاع فيما إذا عرض عليها بين الطرفين. لكن الإشكالية هنا أن العراق سيتمسك بمسألة أن الاتفاقية غير نافذة له بموجب قانون صادر أو بموجب قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا، وهنا ستبت المحكمة الدولية لقانون الدولي قانون البحار فيما يتعلق بمدى حجة أو مدى مقبولية هذه الحجة. إذا ما تمسك العراق بأن عملية قبوله للاتفاقية تم بخلال جسيم بأحكام المصادقة على القانون. أي نقطة مهمة أرجع لك لها. لكن سيد عباس، إذا ما فعلا رجع مجلس النواب وصوت على هذه الاتفاقية وفق المحددات والشروط اللي تتلائم مع معايير المحكمة الاتحادية، ممكن أن يزول الاعتراض من بعض النواب الإطار؟ شوف صراحة سيدي الكريم، الموضوع الاعتراض هو موضوع تراكمي، باعتبار أن هناك مؤشرات منذ لحظة التوقيع، وتذكر كيف تداولتها وسائل الإعلام، وكيف أنه طرف حاول يقنع أطراف أخرى، فهنالك أطراف معارضة، ولكن مدى تأثيرها في أن تستطيع أن تجمع قوى القواه النيابية في أن تسمح بعدد يسمح بإيقافة مثل ما جرى الآن، كان هذا الموضوع هو متأخر. عملية القبول هي عملية متعلقة بالتعديل الذي يجري وإمكانيته وتضمينها بالتكييف القانوني. بالأصل هي هنالك التفاف على يعني عملية التصويت وعملية تمريرها، باعتبارها ضمنت ضمن غير مادة حقيقة. عملية إعادة التصويت عليها أو عملية تعديلها أيضا هي ستتعلق بمدى التوافق مع الجانب الكويتي، النقاط الأساس الذي يتحدث عنها، إمكانية إعادة الخور خور عبد الله التميمي بشكل كامل، المناطق التي الترسيم بتأثير هذا الترسيم، يعني هو الموضوع معقد، يعني ما يبقى بطرف دون طرف آخر. بس أكو بعض النواب يطالبون أنه مجرد نعيد التصويت عليها حتى نحقق شروط المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية طعنت بهذه الاتفاقية بسبب آلية التصويت ونسبة اللي صوتوا، وهذا الموضوع ايضا يفتح ابواب، قد يذهب بعض النواب يعترضون على غير شيء فيها. الموضوع في معطياته مو متعلق بمزاجات شخصيه بقدر ما هنالك راي شعبي طرح، وهذا الراي ينسجم مع اراء باثارها اللي ترتب عليها وما ترتب على تلك الاتفاقيه. تعرف 10 سنوات كانت كافيه انه الاعتراض دعم بكثير من يعني المصادق التي يعني اثرت بشكل واضح، بالتالي عمليه اقناع الجمهور البصري من جانب وعمليه اقناع القوى المختصاص الكثير من المتخصصين بالموانئ وغيرها وبترسيم الحدود لديهم اعتراضات واضحه جدا، وهذه الاعتراضات هي التي تم تبنيها نيابيا وتم التاثير تم استحصال القرار النيابي الذي على اثره القرار النيابي تم رفع الدعوه وعلى اثر الدعوه تم ايقافها. بالتالي المساله ايضا ليس فقط في رقبه المحكمه، هنالك ارضيه يجب ان تهيئ من قبل القوى السياسيه. طيب دكتور وائل، اكو حديث اقتصادي ايضا مستند لمطالبات بعض النواب الكويتيين بان الكويت سوف تطالب بتعويض ما يصل يمكن 6 مليار دولار امريكي في حال الغت بغداد اتفاقيه خور عبد الله، ممكن ان تلجا الكويت الى هذا الخيار؟ اكو هيك شرط جزائي موجود بهذه الاتفاقيه؟ لا، هذه الاتفاقيه تخلو مثل هكذا شروط. ما يتكلم عنه بعض نواب مجلس الأمة الكويتي يتعلق بمسألة الديون الموجودة على عاتق العراق لمصلحة الكويت، والتي قامت بالتنازل عنها أو تأجيل عملية دفعها طيلة السنوات الماضية على اعتبار
بادرة حسن نية من دولة الكويت تجاه العراق نظير التزام العراق أو تعاون العراق معها فيما يتعلق بغلق الملفات السابقة المتعلقة بعملية غزو الكويت. لكن 6 مليار دولار مبلغ كبير، هذا ممكن وصفه أنه كان مبلغ شراء خور عبد الله من العراق؟ لا يمكن، لا 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 يمكن أن نعتبر مثل هكذا مبلغ هو قرين على شراء خور عبد الله. خور عبد الله له حقوق تاريخية للعراق تتعلق بمسألة عملية إنفاق طيلة فترة القرن العشرين على هذا الخور، ما يتعلق بعملية كراءة، عملية تنظيم الملاحة فيه. دائما كان يقوم العراق منفردا بهذه المسألة. التحول اللي صار بعد صدور قرارات مجلس الأمن نتيجة لغزو الكويت من قبل النظام السابق، والتي فرضت على العراق جملة من القرارات اللي تعتبر مجحفة من وجهة نظرنا على العراق، على اعتبار أن مجلس الأمن لأول مرة في تاريخه يقوم بعملية ترسيم حدود، وهذا خارج السياقات الدولية باعتبار أن عملية ترسيم الحدود تقوم بها الدول فيما بينها على أساس التفاوض، على أساس ما تملكه من وثائق وما تملكه من أدلة، في حال إذا ما وصلنا إلى مرحلة نزاع وعدم اتفاق تذهب الدول أما إلى التحكيم أما إلى القضاء الدولي في محكمة العدل الدولية. طيب باعتبار يعني دكتور أن الاتفاقية الآن أصبحت بحكم الملغية، شنو الإجراءات المطالبة بها حكومة السوداني باتخاذها من أجل إزالة آثار هذه الاتفاقية؟ واقعا أن هناك كما قلت سابقا مستويين فيما يتعلق بالآثار القانونية لقرار المحكمة. المستوى الأول ما يتعلق في الجانب المحلي، ينبغي إعلان العراق في حال بما أن قرار المحكمة ملزم للسلطات أن يتم تبليغ دولة الكويت رسميا عن طريق القنوات الدبلوماسية بأن العراق سيتوقف عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتنظيم الملاحة وإعادة مسألة عرضها على مجلس النواب، أيضا بقرار فيما إذا اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإعادة عرضها لغرض التصويت ويتم قراءتها قراءة أولى وقراءة ثانية وفقا للآليات التشريعية الواردة في النظام الداخلي، ثم بعد ذلك نذهب إلى التصويت. أما على صعيد القانون الدولي أو النطاق الدولي فإن الكويت ستبقى متمسكة بأن الاتفاقية نافذة تجاه العراق. لماذا؟ لأن مبادئ القانون الدولي تقول أنه لا يمكن للدولة أن تتمسك بقانونها الداخلي لتنهي التزاما يتعلق في الجانب الدولي. يعني ممكن العراق يواجه عقوبات بسبب إخلاله بهذه الاتفاقية من جانب واحد؟ مسألة مواجهة العقوبات تحتاج إلى أن يكون هذا القرار أو هذه الإجراءات تؤدي إلى الإخلال بالأمن والسيادة الدوليين، وبالتالي تدخل مجلس الأمن في هذا الجانب. يمكن أن يواجه العراق استنكارا دوليا في هذا الجانب إذا امتنع عن استكمال مسألة المصادقة أو امتنع على اللجوء إلى مسألة إعادة التفاوض مع الكويت في هذا الجانب. يمكن في هذه الحالة أن نواجه ضغطا دوليا، خصوصا وأن مسألة الامتناع عن استكمال عملية التنظيم في خور تنظيم ملاحة في خور عبد الله هي إحدى قرارات مجلس الأمن، وبالتالي يمكن أن نواجه في مثل هكذا حالة ضغطا دوليا كبيرا في هذا الجانب، على اعتبار أن العراق سيظهر في مظهرا سيئا في الجانب الدولي. لكن نبقى على مسألة أساسية هي مسألة إمكانية اللجوء إلى التفاوض مع دولة الكويت وتقديم الوثائق والأدلة التي تبين أحقية العراق في مسألة تنظيم الملاحة في هذا الخور، وبالتالي الوصول إلى نقطة حل مع الجار الكويت. سيد عباس، تعتقد أن الكويت عندها هذا الاستعداد لإعادة التفاوض حول خور عبد الله نظرا لأهميته مو بس للعراق للكويت أيضا؟ مقابل أكو تصريحات يعني صادرة من مجلس الأمة الكويتي غير راضية بأن هذا القرار مجحف بحقهم، إخلال بالاتفاقية وغيرها، ممكن أن هذا السجال بين البلدين أن يسبب أزمة؟ يعني لحد الآن للأسف الرسائل التي تصل من السلطة النيابية، السلطة التشريعية النيابية الكويتية، هي رسائل سلبية جداً. حتى استخدام عبارات قاسية تجاه العراق، العراق منذ 2003 يرسل رسائل إيجابية إلى الجار الكويت، ولكن للأسف الكويت على مستوى البرلمان أتحدث دائما يفاجئون بموضوع التعدي على العراق، ومرة تسميته بالجار الشمالي، مرة محاولة التحشيد ضده طائفيا، مرة الانتقاص من شخصياته. الموضوع الكويت والبصرة كثيرا أيضا طرح من كثير من الشخصيات السياسية. هنالك أنا أعتقد منهم أصحاب توجهات لا زالوا يحملون العداء للشعب العراقي وكأنما يحملون مسؤولية الغزو، في حين العراق دائما وعلى المستوى حتى العملي هو ذهب إلى تعويض الكويت عن هذا الموضوع،
ويقف معهم إجلالا للشهداء الذين سقطوا في الغزو العراقي الغزو الصدامي للكويت، ويستنكر هذا بكل فعالياته، ويحاول أن يمد أواصر التواصل الجماهيري والاجتماعي، لكن للأسف الكويت دائما تفتعل المشاكل. ونتذكر جيدا المشكلة التي افتعلوها في خليجي 25 في البصرة، وكيف أن الفريق الكويتي والكادر التدريبي ذهب محاوليا دائما انتقاص من حجم العراق ومحاولة عدم عودته إلى المحافل الدولية. الكويت كانت سببا رئيسيا في تأخر خروج العراق من البند السابع بسبب ديونها. الكويت لم تتنازل عن أي شيء رغم إدراك العراق أن هنا كثير من التعويضات هي غير تعويضات غير حقيقية كانما جاءت لمعاقبة العراق. الكويت يعني شاركت للأسف في عملية الإساءة للعراق ورموزه كثيرا في فعاليات كثيرة. بالتالي المطلوب الآن، واسمح لي بهذه، المطلوب الآن أن تصل رسائل إيجابية من الحكومة الكويتية ومن الأمير الكويتي ومن الشعب الكويتي. الشعب الكويتي شعب عزيز علينا وشاركنا منذ أيام، منذ يومين تقريبا انتهت فعاليات زيارة الأربعين. طيب. وكيف كانت لمواكب الشعب الكويتي موقفها الكبير في هذه الزيارة، لكن لحد الآن ماكو أي رسائل من هذا النوع سيد عباس. يعني مقابل إذا استمرت فعلا وحدثت الأزمة بين البلدين، تتوقع راح ترجع تجاوزات كويتية على السيادة العراقية، مثلا اعتقال صيادين بالمياه المشتركة وغيرها من أو حتى بالمياه الإقليمية العراقية. العراق بالمقابل عنده القدرة حتى والإمكانية حتى يواجه أي تجاوز على السيادة العراقية. شوف سيدي الكريم، الحكومة العراقية الحالية تحظى بمقبولية دولية كبيرة جدا، وتحظى برسائل صادقة للجميع، وهي فتحت أبوابها وطرقت كل الأبواب من أجل تنمية مشتركة في المنطقة. ولكن في نفس التوقيت هي تحمل في طياتها إرادة العراقيين الحرة في الدفاع عن أي مواطن عراقي. عملية الاعتقال وعملية التغييب القسري وعملية التجاوز على الأراضي والحدود وغيرها بالتأكيد لن تسمح بها الحكومة العراقية. واليوم الوضع مختلف كثيرا وبشكل واضح جدا. لدينا من القوى الأمنية ما يستطيع أن يحمي بلدنا حقيقة من أي تهديد أمني، لكن لنا لا سمح لنا أن نصل إلى هذه النقاط. هنالك مساحة من التفاوض، وهنالك من الإدراك أن هنالك عشائر مشتركة، وهنالك جغرافيا مشتركة، وهنالك تصاهر مع الشعب الكويتي كبير جدا. للأسف أصحاب هذه السياسات التصعيد ضد العراق هي الطاغية وهي التي تؤثر على المشهد بشكل واضح. الشكر جزيلا لكم الباحث بالشأن السياسي سيد عباس العرداوي، كنت ضيفا كريما. والشكر جزيلا لكم أستاذ القانون الدستوري الدكتور وائل بياتي، شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما. الهواء في العراق أرقام منخفضة الجودة وتحذيرات من الأسوأ والأخطر. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام، رئيس قسم مراقبة الكيميائيات وتقييم المواقع الملوثة في وزارة البيئة السيد لؤي صادق المختار. أهلا بكم سيد لؤي. أهلا وسهلا. وأيضا الترحيب بالخبير بشؤون المناخ سيد عمر عبد اللطيف. أهلا بكم سيد عمر. أهلا وسهلا بك. أبدأ معك سيد لؤي، التلوث في العراق الثاني عالميا سيد لؤي، نسبة تلوث الهواء بعد دولة تشاد بنسبة 44 ملغرام متر بالمتر مكعب. شنو هاي الأرقام؟ أرجو أن توضح لنا مدى خطورة هذه النسبة. والله شكرا جزيلا. طبعا أنا كنت أتمنى أن يعني يتم تزويدي مسبقا بهذا التصنيف حتى نشوف مدى يعني موثوقيته وشنو مصدره.
احنا من نتكلم عن تلوث الهواء المحيط، ما يسمى بتلوث الهواء المحيط. تلوث الهواء المحيط هو بالحقيقة يركز على تراكيز الملوثات الأساسية، اللي هن بالحقيقة ست ملوثات أساسية، واللي هي تبدي بالدقائق العالقة اللي هي قطرها يبلغ أقل من 2.5 مايكرو متر، زائدا الملوثات أكاسيد نيتروجين، الأوزون الأرضي، الغازات الأكاسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، هذا اللي صار خمسة، والسادس هو اللي يسموها الملوثات العضوية الخفيفة أو اللي هي يعني المتطايرة. هذني مجموع هذني الملوثات حقيقة هن يطن صورة لنوعية الهواء. احنا في العراق عندنا طبعا عشرات المحطات لمراقبة نوعية الهواء اللي تم شرائها من فترة من 2006 تقريبا لغاية 2013، وكانت تعمل بشكل جيد. طبعا بعض هاي المحطات متوقفة بسبب توقف تمويل الوزارة ودمج الوزارة في وزارة الصحة طيلة السنوات الماضية، وعندها مشاكل. احنا الآن عندنا خطة في وزارة البيئة لشمول كل المحافظات والمدن بهذه المحطات. بالعادة المحطات هذه تنشر في مواقع مختلفة ومتباينة، يعني داخل المدن وخارج المدن، في مناطق زراعية، مناطق بها كثافة صناعية وهكذا. وهناك محطات يعني في بغداد. فالآن عندما نقول أنه العراق بالمرتبة الثانية، أنا أحتاج أن أعرف يعني المرتبة الثانية أي شنو العراق. إحنا عادة نوعية الهواء تقاس في المدن، يعني حسب المدن. نقول لي مثلا بغداد تلوثها بهذا المستوى، ممكن يكون هذا كمعدل سنوي. احنا انا عاده اتابع كثير، اكو من البرامج اللي تعطي تقييم لنوعيه الهواء مثل برنامج ويندي، تطبيق بالموبايل ممكن الواحد يتشيكه. واكو اماكن في العالم شديده التلوث، اشد تلوثا من بغداد بكثير، لكن ما ننكر انه اكو نسبه عاليه من التلوث. هسه هذا المعدل حسب منظمة الصحة العالمية، المحدد الصحي لنوعية الهواء من حيث الدقائق العالقة اللي هي 2.5 مايكرومتر. ليش خطرة؟ هذه خطرة لأنه هي قدرة بهذا الحجم أن تدخل إلى الجهاز التنفسي وتعبر إلى حتى مجرى الدم وتصل الحويصلات الهوائية، وممكن طبعا هي تصنف حسب منظمة الصحة العالمية من مسببات السرطان. فالمحدد اللي تفرض منظمة الصحة العالمية هو 10 مايكرومتر، وفي تقرير منظمة الصحة العالمية أنه محدد اللي في بغداد 35 مايكرومتر، مليغرام لكل متر. هذه النسب موثوقة من قبلكم كوزارة بيئة وجهة مختصة؟ نعم، أنا أعتقد أنه إحنا طبعا باختلاف هذا، يعني أنت نروح نشوف الفحوصات بالنهار شكل، بالليل شكل، يعني هذه مسألة مو ثابتة، مختلفة. لكن بدنا نحكي عن معدل لسنة عام، معدل عام لسنة عام لعام كامل، ممكن انه يكون احنا نصل الى 35 بالفعل. لكن طبعا هذا مو معناه انه العراق هو الوحيد بهذا المستوى. شنو مسببات هذه الدقائق العالقة؟ هواية مسببات. أرجع لك إلى هاي المسببات بعد قليل سيد لؤي، لكن نرحب بك مرة أخرى سيد عمر. مناخ العراق بمعطياته المعروفة، إلى أي درجة يساعد على ارتفاع نسب التلوث؟ وشنو الأسباب اللي خلت العراق يتصدر نسب التلوث إن صحت هذه الأرقام التي توصل للإعلام؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم، وشكرا لقناة الأيام على هذه الاستضافة. لن أزيد كثيرا على كلام الأستاذ لؤي الخبير في هذا المجال. قضية تلوث الهواء فعلا في بغداد هي مشكلة كبيرة، هنالك ملايين السيارات موجودة، أكيد عوادم السيارات، عواصف غبارية موجودة، وهنالك أكثر من مختص بالبيئة، ووزارة البيئة أيضا اعترفت أن من يرى أو من يستقل طائرة وينظر إلى بغداد من سمائها يشاهد أنه الأجواء هي عبارة عن سحابة سوداء فيها. هذا ما يدلل على وجود هذه الكميات أو وجود هذا التلوث في سماء العراق. المشكلة هنالك حرق كثير للنفايات، عوادم، قلة أشجار، معامل موجودة، هذه كلها تسببها قضية تلوث الهواء.
لدى الوزارة أكيد موجودة مثل ما تحدث أستاذ لؤي وجود خطط لقياس كميات الهواء وكميات تلوث فيه ومدى جودته ونقاوته. هذه كلها عمليات ممكن نساعد خلال المرحلة المقبلة على تنقية هواء العراق، ممكن أنه من خلال خطط أيضا اللي تضعها وزارة البيئة، زرع أشجار، مخاطبة يعني الوزارات أو المعامل أو غيرها الملوثة لهذا، لقضية تخفيف التلوث الموجود في الهواء. هذه كلها ممكن أن نساعد على أن يكون العراق أو أن يتقدم مراكز بين دول العالم، خصوصا أنه البارحة أو يوم أمس اطلعت على هذا التقرير أنه العراق هو ثاني دولة بعد تشاد، يأتي بعد باكستان وغيرها من الدول، حتى البحرين، الكويت، غيرها، كل هذه الدول هي يعني موجود تلوث عالي الهواء فيها. هذا التقرير سيد عمر موثوق في أن العراق وصل إلى هذه المرحلة من التلوث؟ التقرير هو إحدى المنظمات السويسرية ولديها مؤشرات على جودة الهواء. هذه مشكلة كبيرة، خصوصا أنه أغلب التقارير اللي تظهر حتى كانت في مجال حقوق الإنسان أو غيره هي ممكن أن تستهدف العراق وممكن أنه تكون توجهها سياسي. نحن نأمل أن تكون الدول أو أن تساعد الدول، لدينا مؤتمرات حاليا، هنالك مؤتمر في جمهورية إيران الإسلامية عن قضية العواصف الغبارية وغيرها، هاي ممكن أنه كلها تساعد، إضافة إلى مؤتمر الإمارات ممكن أنه يفاوض ويساعد العراق على قضية تحسين البيئة وتحسين الهواء في خلال المرحلة المقبلة. نعم. طيب أرجع لك سيد لؤي، وبالنسبة للأسباب اللي تخلي العراق يوصل إلى هذه النسبة المخيفة من التلوث، شلون يتلوث العراق أو بغداد أو أي محافظة ومدينة عراقية؟ لا عندنا فد صناعات إنتاجية مثلا من أي نوع كان، ثقيلة أو غير ثقيلة، حتى خفيفة ما عندنا أي مصنع أو بويلرات مثلا حتى تسبب تلوث بالهواء. معقولة أعداد السيارات الموجودة في بغداد أو أعداد المولدات الكبيرة تسبب هذا التلوث سيد لؤي؟ أشيد باللي يعني تفضل به ضيفكم الكريم العزيز، وما يعني تفضل به معلومات قيمة. الحقيقة أنا لا أعتقد أنه مثلا بغداد أسوأ من دلهي على سبيل المثال. نعم. دلهي مدينة معروفة بتلوثها، حتى أنه هم الآن يحطون منقيات للهواء في الشارع حتى يقللون من مستويات التلوث، مستويات التلوث بها شديدة. فأنا ما أدري، هذا التقرير أراد أن أدرسه بشكل جيد حتى أبين به. ولكن نعم، إحنا ما عندنا قطاع نقل عام، هذه نقطة مهمة. لو كان عندنا نقل عام كان تلوث الناجم من السيارات أقل، شوارعنا قليلة فالازدحام يزيد هذه الانبعاثات. فضلا عن هذا، أنه إحنا نستخدم أنواع وقود سيئة في إنتاج الطاقة الكهربائية، يعني النفط أسود، ونستخدم النفط الأسود بإنتاج الطابوق في منطقة النهروان، أكثر من 200 نشاط معمل طابوق يستخدم النفط الأسود بطريقة بدائية، سحب من الدخان عالية، معامل إنتاج الإسفلت، هذه كلها مصادر كثيرة الآن ولكنها ملوثة من غير مصفى الدورة ومحطات الكهرباء اللي في جنوب بغداد. يعني المفروض أكو معالجات للإنبعاثات اللي تنجم عن هاي الأشياء. ونقطة مهمة أيضا ذكرها السيد الضيف الكريم، وهو حرق النفايات المفتوح مثل ما يصير في معسكر رشيد. هذا حرق النفايات المفتوح مو بس مسبب لهذه الدقائق العالقة، وإنما يسبب انبعاث غازات يسموها الدايوكسينات والفيورينات، اللي هي غازات مسرطنة بامتياز وخطرة جدا. فهذا الحرق أيضا يجب أن يتوقف. يعني هذه المجمل الخارطة في مدينة بغداد، إضافة إلى عملية التشجير وغيرها من العمليات. ولازم اكو عندنا نعطي فرصه للهواء حتى يتداور. يعني احنا عندنا اكيد خارج المدينه الهواء انقى، فالمفروض اكو فرصه، لانه هذه البنايات والمباني احيانا تحجب الهواء من التخفيف، من تخفيف الهواء عموما. اكو استراتيجيه للحد من التلوث تم اطلاقها وقرها مجلس الوزراء بشكل رسمي، وبها أنشطة كثيرة ممكن أن تخدم في إطار تحسين هذا الواقع. طيب متى يتم تطبيق هذه الاستراتيجية؟ الاستراتيجية أقرها مجلس الوزراء قبل شهر. نعم.
وهي احنا تم اعدادها نهايه العام الماضي بالتعاون مع منظمات الامم المتحده المختلفه، وبها كل الوزارات مشتركه، هي متضمنه انشطه لهذه الوزارات. يعني معظم المشاريع هي مشاريع للوزارات الاخرى والقطاعات المختلفه اللي تساعدنا في تحسين البيئه. والمفروض اكو لجنه بالتعاون مع وزاره الماليه والتخطيط ليقرون هذه المشاريع حتى تخصص لها اموال. خصوصا وزاره النفط يمكن سيد لؤي اريد اسالك عنها، لكن قبلها خلينا نسال سيد عمر. واحده من المعالجات هي زياده الرقعه الخضراء سيد عمر، وبالمقابل شفنا تجريف للبساتين في منطقه الدوره اللي بها مصفى الدوره اللي يسبب تلوث بشكل كبير، مقابل يعني انه يتم زياده الرقعه الخضراء اللي من القانون القديم الموجود في العراق وكل الدول النفطية أنه يجب أن تكون رقعة خضراء تحيط بالمصافي أو المنشآت النفطية، مقابلها تم تجريفها وتوزيعها كدور سكنية وقطع أراضي إلى موظفين وزارة النفط والمصفى الدورة. الكثير من مناطق العراق والمحافظات يتم تجريف البساتين، ليش ماكو أي نشاط لزيادة الرقعة الخضراء اللي هي معروفة أنها معالجة؟ أكيد خبرانا في وزارة البيئة دائما يشكون تحول بغداد ومعظم مناطق العراق إلى مدن كونكريتية. هذه مشكلة كبيرة جدا، لا توجد هنالك أي مساحات خضراء، ونجد أن حتى المساحات الخضراء يتم بناءها أو استغلالها لتوزيعها كقطع أراضي أو تقسيمها كأراضي لتتحول إلى منازل. أزمة السكن أكيد ألقت بظلالها، وهذه من مساوئ أزمة السكن. إضافة إلى أن وزارة البيئة تشكو دائما من عدم تعاون الوزارات، وزارة البيئة دائما بأعلى صوتها تناشد وزارات الصحة غيرها، وزارة الكهرباء غيرها، بقضية تقليل التلوث أو الحد من التلوث، لكن لا يوجد صوت أو لا يوجد من يسمع للوزارة. وزارة البيئة لا يمكن أن تعمل وحدها، يجب أن تكون هنالك جهود متكاتفة مع وزارة البيئة لقضية إنه القضاء أو تقليل، لا نقول القضاء، تقليل التلوث في بغداد. التلوث أكيد ما ممكن أنه يكون في يوم وليلة ممكن أن تقضي عليه، 5 ملايين سيارة لا يمكن أن تحجبها في يوم وليلة، أو يكون هنالك نقل عام خلال المرحلة المقبلة أو القليلة المقبلة. أكيد هنالك خطط تسير عليها وزارة البيئة، لكنها تحتاج إلى تكاتف الوزارات الباقية في قضية معالجة التلوث وإمكانية تغيير مناخ العراق إلى الأفضل خلال المرحلة المقبلة. نعم نعم. طيب سيد لؤي، أنت ذكرت سوء إدارة الطاقة بالعراق واستخدام النفط الأسود والوقود وغيرها، أيضا مخلفات الآبار النفطية وعمل هذه الشركات بقضايا الاستخراج والصناعة النفطية بشكل عام، إلى أي درجة تؤثر بزيادة تلوث الهواء والبيئة بشكل عام؟ إحنا يمكن العراق، هذا المعلومة الثانية أقول لك إياها موثوقة. نعم. العراق بالمرتبة الثانية بالعالم من حيث حرق الغاز المصاحب بعد روسيا. وبعد العراق تعتقد تجي دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا ويمكن أعتقد الجمهورية الإسلامية والسعودية. هذه البلدان هو شنو المشكلة؟ الغاز المصاحب غاز المفروض ثروة، لأنه متكون من بنسبة معينة من غاز الميثان اللي يمكن نتيجة حرقه نستغله أو ننتج به طاقة كهربائية أو نستغل استغلالات مختلفة، لكن أحياناً يطلع بتراكيز، لان هو يسموه مصاحب، هو يعني فوق الحقل النفطي، فوق النفط هائم. فهذا يكون احيانا نقاوته مو صحيحه بمواد كبريتيه، كميات غير مجديه، بالعاده يحتاج ايضا منشات لتنقيته وضغخه والى اخره. اعتقد وزاره النفط الان او مو الان، قبل عده سنوات يعني وقعت مع عده شركات مثل شركه غاز البصرة على سبيل المثال، اللي هي متكونة من عقد ما بين شركة شيل وشركة غاز الجنوب وعدة شركات. نعم. بالنسبة الأغلبية لشركة غاز الجنوب، في استثمار جزء من الحقول من الغاز المصاحب في مجموعة حقول في البصرة. كذلك أكو مشاريع واعدة في محافظات مثل الناصرية. يعني أكو خطوات نحن نشوفها ونقيمها، ومشاريع وبعضها ضمن خطة الحد من التلوث الاستراتيجية هذه اللي تنتهي 2030. احنا من المؤمل ان نستثمر في 80 الى 90% من هذا الغاز المصاحب، وهذا طيب. طبعا يحسن نوعية الهواء على يعني على المستقبل على السنوات القادمة، واكو اكو تخفيف من هذه القضية من ناحية نوعية الهواء.
هذا الحرق هو مصدر رئيسي للتلوث في مناطق الجنوبية، خصوصا انبعاثات غازات الكبريت، أكاسيد الكبريت، زائدا بعض الغازات النفطية الخفيفة الهيدروكربونية الخفيفة مثل البنزين والتلوين اللي هي غازات سامة وأيضا مؤثرة على الصحة بشكل كبير. طيب سيد لؤي، سؤال أخير، التخصيصات المالية اللي تضمن بالموازنات، البيئة إيش قد عندها حصة من هذه الموازنات؟ هل هي كافية حتى تأدون دوركم؟ هناك إشكالية دائما على دوركم، بعض السكان في بعض الأحياء يشكو من وجود ملوثات في مناطق كقرب طمر صحي مثلا، أو قرب واحد حاط مولدة بصف بيئته مثلا أو مقابل بيئته ومسببة تلوث للشارع كله. شنو دور وزارة البيئة؟ عندكم إمكانيات مادية حتى تتعاملون مع مشاريع مثلا هذه الخطة الاستراتيجية اللي ذكرتها؟ أكو إمكانية للبيئة تحديدا وزارة البيئة حتى تنفذها؟ حقيقة احنا لازم ننتبه على هذه القضية. أولا هذه الاستراتيجية هي بالدرجة الأساسية للقطاعات الملوثة، طبعا عندنا جزء من عندها برامج إلى صالح الوزارة تقوي الوزارة أدائها وتحسنها من الناحية العلمية والتحليلية والمختبرات وغيرها، في بناء حتى من ناحية السياسات العامة تشريع القوانين تعدل وتعزز دور الوزارة اللي هو بالدرجة الأساس كيف أنه نقيم ونحلل ونلقي الحلول لهذه المشاكل. ممكن نتوقع أن يكون لوزارة البيئة دور إلزامي، مو فقط تقديم دراسات واستشارات. نعم أكو دور إلزامي، رقابة وقانون أيضا. لا هو أصلا أكو إلزام، أصلا القانون ملزم وبي أحكام عقابية وبي أدنى المراقب البيئي صفة ضبط قضائي، يمكن يحتاج إلى قوة من القضاء. يعني إحنا مو مثل الأمانة تجيب شفل وتفلش، لا إحنا أكو قرار يصدر بالغلق أو بالغلق المؤقت. لكن سألتني على الموازنة وأنا مهم أذكر هاي القضية، نقطة مهمة لأنه إحنا مثلا موازنتنا لا تتجاوز يعني 50 مليار، أعتقد أقل السنة أقل من 50 مليار دينار عراقي، اللي هي يعني بحدود 20-25 مليون دولار نسبة إلى الموازنة العامة للدولة اللي هي 100 مليار، يعني تقريبا لا شيء. السنوات كاملة حرمنا، حتى حساب الوزارة مستقل ألغي من كنا مدمجين مع وزارة الصحة، فهذا إحنا من ضمن الرواتب يعني لا. تتخيلوا يعني أنا قسم أيضا. الكيمياويات وحدة قسم اللي أنا أديره بالسنة هو واردات، أنا أدخل واردات إلى الدولة بحدود 2 مليار دينار من أجور استيراد المواد الكيميائية ومنحها يعني موافقات بيئية. فإحنا أصلا يعني أعتقد على يعني تكون الدولة، إحنا عندنا دار شؤون الألغام المستقلة ميزانيتها وحدها أعلى من ميزانية الوزارة، ميزانيتها 70 مليار بينما الوزارة نفسها ميزانيتها 45 مليار. وصلت الفكرة وشكرا لكم. رئيس قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة في وزارة البيئة سيد لؤي صادق المختار، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. شكرا. وشكرا جزيلا لكم الخبير بشؤون المناخ السيد عمر عبد اللطيف، كنت ضيفا كريما. شكرا لكم سيد عمر، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.